أبراج، طقس، آخر الأخبار المحلية والعالمية، طب، مطبخ، مقابلات حصرية وأحداث أول بأول. شارع الفن دوت كوم، العالم كله بيسمع. قبل ما نبدأ المؤتمر الصحفي، إذا سمحتوا ومثل العادة بطلب من زملاء الكرام كل شخص يعرف عن اسمه والمؤسسة الإعلامية اللي بينتميها. رح ادعي الأستاذ عبد العزيز المنى ليسلم مفتاح السيارة للفرقة الرابحة. عبد العزيز المنى، on behalf of Chrysler, please join us. 16 جوان، مساء الخير. جان فسبوك موبع شارع الفن والتلفزيون مسايا نورة. 16 جوان، ممكن هيك مدام ايدنا للغرب، ممكن مدينة للشرق ونمضي كونترا ونعمل عرض استعراضي مع فرقة سيما، يكون شيء رائع جدا مع حضرتك. فكرة حلوة. عم بعصير معه استعراض يكون كامل، هن يمكن نكون بيرنا نحدى رقص، حضرتك يكون في غناء. ايش لا؟ لو حضرتك عن جد؟ ايش لا؟ مين قال لك اني اساسا انا حتى لو سيما ما كانت رح تكون ما يمكن كانت ببالي. ونحن بنتشرف. شارع الفن هو المقصود بالبرنامج، كل موهبه بتبقى عارف حالها انها موهبه فوق العادي لازم تكون بالبرنامج. ما في شيء اسمه فرقة أو حدا منفرد، لا، كل حدا غير عادي، مش بس إنه مزقفته بالبيت يعني. لأنه صار قلنا في بعض المواهب ما كان لازم تكون موجودة بالبرنامج. من البديهي جدا إنه بالبرامج لازم يكون في من الوسط أعلى من الوسط الموضوع، بس ما نتوقع إنه آخر شيء لما شفتوا كم حدا بهذه الحلقة مش نحن بقى في من قريب. واللي استحقوا أن يكونوا موجودين بالنهائيات كانوا موجودين. شارع الفن. انتم مش خايفين احنا دلوقتي واخدنا بنزاره وبتضحكوا مع بعض، مش خايفين تتطور بعد كده ممكن تحدث مشكله، وخصوصا اني لسه كنت بتصلحي موضوع الاشاعه ووضحت للناس ان احنا الكلام الجميل ده. انا بس هل بتتعمدوا الحته ديت عشان يفضل في حاله الجذب مع المشاهدين؟ بس انت بتعرف لما بينزل صوره على بمصدر اعلامي او على تويتر او بمطرح على الانترنت لشاب وست، اكيد بتحطوا احتمال للحب والغرض الناس. بس انا وعلي يعني متفقين على انه نتفق بالحياه، مش على انه نتفق على قصه البرامج اللي بيسمعوها الناس بشوفوها. حتى احمد وناصر من وراهم كان المشروع اللي كمان احنا ما كناش عارفين. بس لما الناس تداولوها مثل ما بررنا كثير، لانه احنا مش مبالين بالموضوع، لانه مثل ما شفتوا كل الصور كانت حول الطاوله، وبيكون حول الطاوله بيكون 20 كمان العالم. تركنا التخمينات 20 كمان. بفتكر اللي وصلوا للنهائيات حياتنا حدا كان نفاس، ما كان لا ناس اعترضوا ولا نحن، لانه كل حدا بيستحق انه يكون موجود بهي الحلقه، بيستحق عبر تصويت الناس انه يكون الاول. وطبعا سما بتستاهل انه يكون الاولى. وبالنسبه للتحضيرات، في اوقات ما بنلحق نوصل على الحلقه دغري لما بيفتحوا الباب وبننزل بأقصى سما. ما بنختار، نخلي كل شيء تلقائي وعفوي مثل ما بيتلقى أي إنسان ببيته، بيتلقى نحن الموهبة.